صباح الفل او مساء الخير عليكم حسب ما بتسمع الفيديو بتاعي. دي الرسمة بتاعتنا، انا خلصتها خلاص. انا قررت اول فيديو هعمله هيكون بإذن الله طابع صمتة. معظم حاجة طلبت فنون جميلة بيكرهوها يعني، ما بيهتموش بيها بسبب التكرار الكتير جدا. طبيعة صامتة، طبيعة صامتة، كل يوم طبيعة صامتة. بس ده مش بسبب الطبيعة الصامتة وحشة أو سيئة، لأ، بس بسبب في مشكلة ما في عدم مثلا وجود ثراء في الخامات، عدم وجود سبوت لايت يغير لك الشكل الكامل للتصميم. مفيش تصميم جيد بيتحط ممكن. بس الطبيعة الصامتة دي أهم حاجة في الرسم يعني، هي ورسم الفيجرز كل فترة حاجة من التدريبات المهمة جدا. زي ما حضراتكم شايفين هنا في رمانة، هنا الرمانة دي الفوكس بوينت بتاعتنا. ده عنصر خلفي مش يعني مش مهم بالنسبة لنا، هيبقى في الظلال. ده عنصر تاني ورقة شجر، ده ماتريال نحاس، ده حاجة فور جراوند، ده باك جراوند، ده ميد جراوند. تمام، اهم حاجة الفوكال بوينت بتاعنا. احنا بنركز على الفوكال بوينت بتاعنا بحيث ان احنا هنقرأ الشكل. لما نيجي نقرأ الشكل هنا بنقرأه كده، ده حركة العين بتاعتنا ماشية برأيت الشكل او ايا كان الشكل ده. لما نيجي نفكر برضو الاضاءة جاية منين، هتلاقي الاضاءة جاية بالاتجاه ده. تمام، هتسألوني ببساطة طب وازاي الحتة دي مظلمة والحتة دي منورة؟ منورة، يبقى يعني الإضاءة لما دخلت هنا بشكل أو آخر يعني حطوا جزء هنا حاجة عملت دروب شادو فظلمت الجزئية دي كلها وسابت الجزئية دي منورة، فالكون ده باك جراوند والكون ده عنصر رئيسي عندنا. هو ده أهم عنصر عندنا، هو ده مفتاح اللوحة، هو ده بداية اللوحة، هو ده اللي بيجذب عين المشاهد. اللوحة بتاعتنا بتمشي كده بالاتجاه ده. لازم نشوف الطبيعة الصامتة نحللها بشكل بسيط الأول قبل ما نشتغل فيها علشان تبقى مسلية بالنسبة لنا، علشان نتمرن على الأوت لاين بتاعها، علشان نتمرن على الماتيريال بتاعتها. بتتكون من كذا ماتيريال، هي دي الأساس اللي احنا هنتكلم على الماتيريالز بتاعتها. لو مش هتعرف ترسم ماتيريالز مش هتعرف ترسم طبيعة صامتة، فالموضوع مش هيبقى لطيف، مش هتعرف ترسم. هي اللي هتدربك على الأوت لاين علشان نكون ناجحين في أي رسمة أخرى كانت حرة بعد كده، سواء كنا فنانين تشكيليين أو بنعمل كوميكس أو بنعمل أي حاجة. هنبدأ إن شاء الله برسم الأوتلاين بتاعنا. الأوتلاين زي ما احنا شايفين بنبدأ بالأكسات. طبعا هي هنا في الديجيتال بينتينج بيسهل عليك تماما بأكتر من ورقة أو رسم الزيت، اللي انت طبعا في الزيت بتستخدم توال أو ورقة، بتستخدم ورق سواء كانسون أو فبريانو أو أي حاجة من الحاجات دي. هنا طبعا بمجرد ان انت المساحة ما عجبتكش فانت مش مضطر ان تمسح أو تعيد أو بتغير مساحة العنصر، انت مجرد ان انت بتغير الكانفاس بتاعك يعني تك كنترول تي يعني، سواء تغير عنصر حجمه أو تغير الكانفاس بنفسه. تبدأ بالأكسات بحيث ان انت بتحاول تظبط مساحة العنصر بتاعك
بيكون بيبدأ الرسم معظم الخطأ اللي بيقع في المبتدئين، يعني اللي احنا بنعمل ايه، بنبدأ نشتغل في الديتيلز، التفاصيل التفاصيل. انا همسك الورقة واقرب، امسك القلم واقرب من الورقة وابدأ ارسم في ورقة الشجر اللي طالعة من جذع الشجرة البعيدة اللي ناحية السماء. ليه يا ابني بتعمل كده؟ عشان انا بحب التفاصيل، عشان انا جامد. لا طبعا انا كده الموضوع هيبقى صعب بالنسبة لي، وفي الاخر مش هيبقى ناجح بالشكل الكبير، وممكن ما يتفهمش. يعني هتلاقي حتة كبيرة في الرسمة وحتة صغيرة. بدأت بالعين، تبدأ بالعين تلاقي العين التانية أصغر منها، تبدأ بالمناخير تلاقي الموضوع مش طبيعي. يعني في ناس بتعمل بالأسلوب ده ويبقى ناجح، يعني ما بقدرش أقول لأ يعني، بس في العموم أنا ما بستقبلهوش بصدر رحب الأسلوب ده يعني. وده بيختلف من شخص للتاني. انا ببدأ بسكتش كروكي عادي جدا بسيط، وابدأ اعدل فيه وبعد كده اخففه خالص وارسم عليه تاني. التصميم هنا يعني في رمانتين، رمانة مفتوحة وكام عين جمل ورخامة، متعدد الماتيريالز، في إضاءة تعتبر نهارية يعني مش إضاءة داخلية مثلا نيون أو لمبة عادية يعني. وده طبعا بيختلف، لازم واحنا بنشتغل نعرف الإضاءة دي جاية منين ونوعها ايه وفي أنه ساعة في اليوم. يعني الموضوع ده بيختلف على طبيعة العنصر وعلى طبيعة الرسمة.
هنبدأ هنا إن شاء الله باللي احنا نضع أول الخط النظيف بتاعنا بتاع الأوتلاين. الأوتلاين دي مرحلة مهمة جدا لأي حد لازم يتعلمها. متعلمش الأوتلاين مش هتعرف ترسم، حتى لو انت مصور جيد وبتعرف تستخدم الألوان وبتعرف الفاليو كويس وبتعرف يعني وبتعمل ما يتعملش بيه، مش هتعرف ترسم أوتلاين، يبقى انت مش هتعرف ترسم كويس. فهتبدأ عيوبك تداريها بالألوان، وحتى لو انت بتعرف تعمل فاليو كويس يهلك بالرسم هيبقى في مشكلة كبيرة، عشان الفورم بتاع الشيء اللي انت بترسمه ايا كان موديل قلة طبيعة صامتة اي حاجة هيبقى الموضوع باين فيه عيوب، وانت بتبدأ تداريها او بتضحك على نفسك اللي هي موجودة. لا انا بداريها، او يعني بيبقى واضح يعني وهيبقى سخيف يعني. فتعلم الاوتلاين، خد وقتك فيه تماما، ما فيش حد وراك فيه يعني. في الرسمة دي اللي بعدها مش قصة يعني. الموضوع ده معلوش خلاف يعني، سواء انت بتستخدم ديجيتال بينتينج او بتستخدم اكواريل اكريليك اي حاجة، انت هتستخدم اوتلاين. في ناس ما بيستخدموش اوتلاين، بس دولت هم كبروا يعني، بدأوا الشغل بتاعهم من زمان قوي، وهم ناس محترفة بيخلصوا الرسمة في وقت بسيط جدا. بيعملوا سكيب لمرحلة الاوتلاين وبيعملوا سكيب لمرحلة الفاليو، بيبدأوا يشتغلوا على طول بالألوان، أو بيبدأوا الفاليو على طول ويحولوا الألوان، ما بيلونوش فوق حتى. بس نصيحة مني اللي انت تتعلم البيزكس زي ما هي.
انا هنا قررت ان انا مش هرسم الرمانة والرمانة التانية المفتوحة، يعني مش هوجع دماغي برسم بذرة بذرة، يعني الحاجات دي بتعتمد على اللون اكتر من وجهة نظري، وبتعتمد على حاجة اسمها سب سيرفيس كاتر. الحاجات دي انا اشرحها باذن الله في فيديوهات مستقبلية. يعني انا هبدأ اعمل حاجة اسمها فاليو، بشتغل بالابيض والاسود على طول علشان ابين الابعاد والمسافات للحاجة، حتى لو هي طبيعة صامتة انا مش بتجاهل الموضوع ده. يعني الابعاد في الطبيعة الصامتة ما بتكونش بعيدة زي اللاندسكيب او اي حاجة، بس بتكون مهمة.
الفاليو من أهم المراحل اللي بتبدأ تشتغل بيها في أي لوحة. يعني ممكن تكون مرحلة صعبة مملة بتحدد فيها الماتيريالز بتاعتك اللي هتشتغل بيها، تحدد بيها الفرش، بس من غيرها اللوحة بتطلع باهتة، يا باهتة قوي يا سودة قوي يا أي حاجة قوي يعني بصراحة. يعني أهم حاجة بتمثل الفورم الفاليو. مفيش لون موجود من غير فاليو، بس في فاليو من غير لون. يعني ممكن تلاقي صورة أبيض وأسود بس عمرك ما تلاقي صور ألوان بس، إلا طبعا الصور الحديثة اللي ربنا كرمنا بيها الأيام دي، في حد راح رسم دايرة بيضاء وحط فيها عينين وبق. فليه يا ابني انت عامل كده، او ليه انت عامله كده؟ عشان مش عارف يعني هي عملت لها مكياج ولا عملت لها ايه، انا مش عارف، بس هي شايفه اللي هي بترسمها كده وهو شايف اللي بيرسمها كده، هي حلوه كده. لا، هو فين تفاصيل التشريح؟ ايه فين الفاليو بتاعها؟ انت رسمتها بانه معايير جماليه يعني، حرام عليك او حرام عليك يعني. هنا المشكله مش ذنبه هو، المشكله اللي هو بيشرف عليه ما قالهوش المفروض تعمل فاليو كذا، او هي شايفه الجمال كذا فهو المفروض يغير لها معايير الجمال دي، فدي مشكله.
انا مش مجرد الفيديو بشكل قوي يعني، بحيث اللي انتوا تتعلموا منه يعني، مش غرضي منه اللي اوريكم يعني شغلي عامل ازاي يعني ولا حاجه. غرض الشنط بتاعتي تكون تعليميه ليكم، اي حد حابب يسال سؤال يعني مفيش اي مشاكل عندي. مش هجري مثلا فيديو 3 ساعات خليه ربع ساعه، انا مخليه الفيديو 3 ساعات 3 ساعات او 5 ساعات مخليه 3 ساعات بس يعني. يعني هدفي هو الشكل تعليمي بس. هنا يعني معظم الشغل اللي بالزيت بتبدأ بالدروب شادو. ايه هو الدروب شادو ده؟ برضو هنتعلمه بإذن الله في فيديوهات قادمة. يعني الدروب شادو اي عنصر بينزل عليه ضوء، بينزل عليه الناحية التانية ضوء، ظل ساقط يعني، هو ده اللي اسمه دروب شادو. لو معظم الناس اللي بيشتغلوا بالزيت بيشتغلوا بدروب شادو الاول او اللون الغامق. طبعا انت لو بدأت بالميد تون يعني مش هيقولك لا طبعا يعني، بس احكامك في اللوحة دايما بيبدأ بالدروب شادو. ده على خلاف طبعا الاكواريل اللي انت اساسا في يعني هي ألوان شفافة يعني. بنغمق جزء الرمانة اللي تحت اللي في الخلفية دي عشان نبينها اللي هي تقيلة وقاعدة على الأرض، نعمل لها دروب شادو. بنغمق الخلفية عشان ترجع لورا.
هنا لازم نكون برضو حساسين للملمس شوية، اللي هو ايد الكاس ده المعدني، ماتيريال معدن مختلف عن المعدن بتاع الكاس نفسه. ده خشن، الكاس نفسه خشن، ده ناعم ومتصنفر كده ومصقول بشكل مختلف، فاحنا نجتهد في الموضوع ده. اختيارك للفرش وتعددها في الرسم عشان ترسم اختلاف الماتيريالز يعني تبقى حاجة مهمة، يعني اختلاف الإضاءات والبليدنج والفريكشن والحاجات دي بتختلف في الرسمة للتانية، واختيارك من لوحة للتانية يعني وعلى حسب حالتك المزاجية كمان. يعني هنا مثلا في بقعة ضوئية مثلا هتلاقيها في جنب الكاس، طيب دي نتيجة انعكاس الضوء من الكاس للرمانة نفسها، غير الهايلايتس اللي في الرمانة نفسها، ده نتيجة الإضاءة المباشرة على الرمانة. غير الظل العالي قوي اللي في الرمانة، ده نتيجة ورق الشجر مظلل على جزء من الرمانة، أو الرمانة داخلة في جزء من الخلفية، أو الاتنين مع بعض. فلازم نعمل التحليل بتاعنا عشان نشوف الحاجة ماشية ازاي، مش عشان منعرفش نعمل مجهود كبير وفي الآخر نلاقي الموضوع مش سوي معانا.
نعمل الحفلة بتاعت الكاس. طبعا في نقطة مهمة، أنا عملت سيليكشن للأجزاء دي وعملتها بسيليكشن ليه؟ معظم الهارد سيرفيس زي العربيات، المراكب الفضائية، المباني، أنا بحب أعمل لها سيليكشن وأملاها علشان بيديها جزء من التحديد. في أجزاء من الأوتلاين وأنت بتعمل بينتينج، وبأكد على كلمة بينتينج عشان في احيانا بنعمل الستريشن ما بيكونش بينتنج قوي، يعني بيتقايد بالاوتلاين، البينتنج ما بيتقايدش بالاوتلاين. في اجزاء من الاوتلاين بتوه مع الـ هي طبعا كل اوتلاين في البينتنج ما بيكونش موجود، بس في اجزاء من البينتنج بتوه مع الخلفيه، وفي اجزاء في الاوتلاين بتتحول للون تبقى هي اللون بتاعنا، بتكون شارب واضحة بالإضاءة وبتكون هي العنصر، وفي أجزاء بتتوه مع الخلفية. فأحيانا وإحنا بنشتغل نبص إيه ده، هي البتاعة دي معوجة ليه؟ هي المشكلة مش معوجة، مش عشان الرسمة بتاعتك معوجة وأنت عشان ما عرفتش ترسمها، عشان هي المفروض ما تكونش موجودة أصلا، هي بتكون موجودة تايهة في الخلفية حتى لو كان العنصر قريب بتاعنا، بس هو ده قدره. رسم الورق والحاجات اللي من غير فورم دي بتبقى مشكلة. ليه مشكلة؟ هي من غير فورم أصلا وبتشف الضوء، وكمان الورق فيه خاصية برضو السبسيرفيس كاتر،
اللي هو جواه فروع صغيرة، نسيج صغير لما بيعدي منها الضوء بيبان. فانت المفروض بترسم الخلفية وراه، وبترسم الفروع دي فاتحة، وبترسم تشققات ما بينه، فبيبقى في اعجاز شوية. اللي انت ترسم حاجة من غير فرن وفيها اضاءة، فدي تبقى حاجة فيها تحدي. يعمل ظل الورق،
عايز أكد وأقول اللي مش عيب أبدا اللي أنت وأنت شغال بتمسح وتغير وتمسح وتغير لغاية وتستقر على حاجة أنت عاجباك، أو تبقى قدامك 5 فرش تغير ما بينهم لو كنت شغال بألوان حقيقية يعني مش ديجيتال، أو لو شغال بفرش مسطب 100 فرشة ما يهمكش وتجرب على الجنب أنه فرشة عاجباك وأنه فرشة مش عاجباك وتختار ما بينهم. واهم حاجه تتحلى بالشجاعه، يعني الرسمه ما بتعضش، لو باظت بتتمسح وتتغير، ولو ما باظتش هي طلعت كويسه، ومش عيب ابدا ان انت تاخد راي الجمهور، يعني قصدي هنا بالجمهور صاحبك زميلك حد تثق فيه او عنده راي احسن. جميل في الطبيعة الصامتة دي الظل مش بس واخد جنب الرمانة اللي فوق وفي هايلايتس بعد الظل ده، لا اللي هو كمان ممتد تحت الكاس، فدي حاجة برضو غريبة شوية، نتيجة الضوء اللي عامل دروب شادو فوق، يعني حد مصدر الإضاءة حد عمله حاجز فعمل دروب شادو على الباك جراوند، فدي حاجة جميلة جدا، فبيكون فيها نوع من أنواع التحدي وأنت بترسم، يعني بتبدأ تفكر هو طب الضوء ده جاي منين؟ طيب هيترسم ازاي؟ طب هيتناقض مع الإضاءة الخارجية ولا مش هيتناقض مع الإضاءة الخارجية؟ طيب له حلول عندي ولا ارسمه زي ما هو كده يعني.
هنا برضو معظم الناس بشوفها بتعمل ايه، بتبدأ ترسم الرمانة بذرة بذرة، او مثلا لو قدامك مثلا طبيعة صامتة فيها رمان او حاجة بتبدأ ترسمه بذرة بذرة، ونقعد نحدد البذرة. لا، هو انت المفروض بتشوف الحاجة كعناصر متولفة على بعض. يعني البذور دي عبارة عن مكونة من الضوء، احناش بنعمل خلايا، لا احنا بنرسم ضوء وظل، ده احنا اللي بتمثل لنا كفنان او كرسام او شخص بيتدرب على الرسم او بيحب الرسم ايا كان عمرك. مش يعني الفيديو ده مش معمول لعمر معين. للمهتم بالرسم او مهتم بالديجيتال بينتينج، فهو حابب يشوف ديجيتال بينتينج بيتعمل ازاي، او حابب يتعلم الرسم.